مشاهدينا، وللحديث أكثر عن انتخابات مجالس المحافظات والاتهامات للأحزاب السياسية بشراء الأصوات وتزوير الانتخابات القادمة، معنا من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي صاحب. مساء الخير. أهلا ومرحبا، مساء الخيرات. أستاذ علي، مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، اتهامات للأحزاب وكذلك للمرشحين بتسعير بطاقة الانتخابات بحسب ثقل الدائرة والمنطقة الانتخابية، لماذا تعيد الأحزاب ذات السيناريو كل انتخابات؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ الأسعار ما بين 50 إلى 100 ألف، ربما بدأ فتح المزاد. نعم، سلام من الله عليك وعلى جمهورك وعلى العراقيين جميعا. وعليكم السلام. وما قلته عين الصواب، وقد أصبت كبد الحقيقة، ولا نستغرب من هذه الأفعال لطالما نحن في زمن العهر السياسي وتعودنا على هذه الممارسات، واسمح لي أن أسميها بالقذرة، من هذه الكتل السياسية التي عاثت فسادا في الأرض وسلبت البلاد ونهبت العباد، وبالتالي محاولتها لشراء الذمم والأصوات ليس بغريب ولا حتى مستغرب، لأنها فعلت كل ما بوسعها من أجل المسك بالمنصب وبالسلطة وبالجاه. وبما أنه انتخابات مجالس المحافظات أصبحت هذه المرة سياسية بامتياز، فقد بدأت بواجهة سياسية عريضة لكنها تقابل حماسة ورغبة جماهيرية ضيقة وعزوف شبه تام عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. الأمر الذي دعا هذه الكتل وخاصة الكبيرة صاحبة المال السياسي السائب إلى بذل كل ما بوسعها، رغم أنها تمتلك الجمهور وتمتلك كل مقومات نجاحها، لكنها تخشى الفشل ولا تريد أن تتخلى عن مقعد واحد، باعتبار أن كلما زاد مقاعدها في مجالس المحافظات كلما استولت أكثر على المال، وبالتالي هذه المحاولات يعرفها القاصي والداني، وبانتظار مؤسسات الدولة الرقابية أن تتخذ الإجراءات إن أرادت أن تطبق القانون وتطبق الدستور. طيب، لنتكلم بما واقعي أستاذ علي، هل يتناسب هذا الثمن المعروض من قبل المرشحين على الناخبين 50 ألف إلى 100 ألف دينار أمام المكاسب التي سيحصلون عليها من خلال الفوز بمجالس الانتخابات؟ سؤال افتراضي في العراق، لماذا لا تنعكس ثروات البلاد على مواطنيه وعلى التنمية؟ يعني للأسف هذا العقل الجمعي وسياسة القطيع التي ربما امتاز بها المواطن العراقي الذي كان يوما ما فذا، ومثل ما يقولون هن بالعامية مفتح باللبن، لكن يبدو أن ظروف الحياة القاسية وحالات الفقر المتزايدة أصبح أمام الأمر الواقع، وبينه وبين نفسه حسب حساب عربي يقول لك أنا عائلتي فد 4-5 على 50، هاي فد 200-250 ألف، أحسن ما تبقى البطاقة على الرف. لكن المصيبة إنه هو ما يعرف بهاي 50 ألف اللي باع بها ضميره وربما تحمل وزرها باعتباره شارك بالجريمة أو شارك بالسرقة أو شارك بالنهب، راح اللي صعد بصوته راح يسرق الأموال وينهب البلاد، وراح يكون هو عبء عليه، لأنه أول من يتخلى عن مسؤوليته هو السياسي الفاسد. أنا لا أسميه مجلس محافظة خدمي ولا إداري ولا حتى رقابي، بقدر ما أسميه واجهة سياسية أخرى. وبالتالي أنا أشكر حتى على المواطن العراقي الذي غيبته الظروف القاسية التمسك بوطنيته وشعوره بالمسؤولية. ولكن في ذات الوقت ليست هناك نسبة محددة للفوز بهذه الانتخابات، حتى لو كانت نسبة 5% فسيعترف بالانتخابات، فبالتالي المواطن يقول لك أكسب 50 ألف لأنه مستحيل أحصل أي مكسب آخر. سيدي العزيز، هؤلاء اللصوص أجادوا هذه اللعبة حقيقة. هناك قرصنة سياسية تمارس ضد الشعب العراقي، تمارس ضد المواطن العراقي، وبالتالي ضغطوا كثيرا حتى داخل البرلمان من أجل تمرير قانون سانت ليفو 1.7 الذي يبيح لهم الفوز حتى مهما كانت نسبة المشاركة. لكن لو تعيد إلى الموازنة الحقيقية، بما أن 80% أو أكثر سوف لن يذهب إلى الانتخابات، يجب أن تكون هذه الانتخابات غير محترف بها، باعتبار أن الديمقراطية هو حكم الأغلبية، حكم الشعب. فإذا المواطن العراقي تنحى عن الذهاب إلى الانتخابات، يفترض أن تبطل هذه الانتخابات، ولكن خلص
هم عرفوا منين من اين تاكل لحمه الكتف. وبالتالي المواطن العراقي كما قلت حضرتك يعني يقول لك انا بهاي بذيك انا ما راح اغير شيء، فبالدليل خل ابيع بطاقتي. هاي الوطنيه مع الاسف يعني صدرت من كثير من العراقيين، لكن يبقى هناك ناس لا تبيع لا ضمائرها، تحتفظ ببطاقتها من اجل خوف من انه، انا في مداخله مع المفوضيه يقولون بان هناك اقبال على جلب البطاقات البيومترية، وأنا أقول المواطن يسعى لاستحصالها خوفا من يطالب بها في دوائر الدولة. نعم. لكن أن يذهب إلى الانتخابات فسوف لن يذهب، والنسبة لا تزيد على 15 أو 20% بالكثير. نعم، ليست هناك قناعة أصلا، ولكن بعد الخروقات التي شهدناها في الدعاية الانتخابية والتي كشفت عنها مفوضيات الانتخابات، ما الضامن اليوم من عدم تكرار سيناريو تزوير الانتخابات كما جرت في الدورات السابقة وتكرار الصراع من جديد ما بين الأحزاب والدخول في حلقات مفرغة أو مغلقة من جديد؟ كل الاحتمالات واردة، وكل الأخطاء المشخصة سيعود سيناريو من جديد عليها، لطالما أن لا توجد يد ضاربة للمزورين أو المتلاعبين بالقوانين. أضف إلى حالة قد تنفردت بها مجالس المحافظات هذه المرة وهي عملية التوريث، فلدي أسماء بأكثر من 65 شخصية سياسية برلمانية أو وزراء أو مسؤولين رشحوا أبنائهم وأنسابهم وأقاربهم، وهذه حالة عجيبة. يفترض أن يكون مجالس المحافظات مجالس إدارية لا يتقدم إليها إلا من يمتاز بالمهنية بالعلمية بمشروع يقدمه للمواطن العراقي حتى يقنعه. اليوم مجلس المحافظة يجب أن يتابع العمل الخدمي من المدارس إلى المولدة مال السحيب إلى المجاري، لكن هم متحزمين، وبالتالي نحتاج إلى رقابة حقيقية. إحنا مشكلتنا بالعراق بعد ما يصير الكارثة يلا يبدون يبحثون عن حثيثياتها ما يسبقونها، ولهذا هم جاءوا هذه المرة بشهية كأنها شهية ما أدري إيش يسميهم من أصناف الحيوانات ترفع عنه أمام قناتكم المحترمة. نعم، أيضا بالتركيز على الخطاب الذي تستخدمه الأحزاب والتي تتحدث عن اختلال التوازن ما بين المكون الأكبر الشيعة والسنة، هل يهتم أو لا زال الشارع العراقي اليوم يهتم بمثل هذه التسميات والتقسيمات وسط نسب الفقر والبطالة العالية والفساد المتجذر والمستشري في مؤسسات الدولة؟ العزيز، أنا كباحث وراصد في الشأن العراقي، المواطن العراقي من كل المذاهب والأديان والأعراف لا يهتم لا لهذه التوازنات التي يقول عنها السياسيين وأنا أسمعها خاصة هذه الأيام، ولا يهمه من يتصدر المشهد إن كان سنيا أو شيعيا عربيا أو كرديا، هو ينظر أو يبحث عن المؤثر، يبحث عن المنجز، ولكن لا مؤثرات ولا منجزات. فبالتالي هذه المسميات هم يتداولوها، يحاولون من خلالها أن يستعطفوا رغبة الجمهور بالذهاب أو يصوتوا. قد خدعونا في بداية ما بعد التغيير بهذه الأحجيات وبهذه خلينا نسميها بالعراق الكلاوات، لكن الآن اليوم العراق ابتعد كثيرا، لا يهمه، لأنه يدرك من يتصدر المشهد السياسي أيا كان مذهبه أو عرقه سيكون سارقا للمال، باحثا عن الشهرة، باحثا عن الدكتاتورية، ولا يلبي احتياجاتنا لا كعراقيين ولا أديان ولا مذاهب. وفق الصورة التي نشهدها في كل انتخابات من شحن الشارع طائفيا من جديد، لماذا لا تلجأ الأحزاب إلى خطاب مغاير لكسب الشارع الذي يحضر نفسه اليوم لمقاطعة أخرى وبنسب عالية كما تؤكد التقارير الصحفية والدولية؟ نعم، هناك أكثر من سبب لا يدعوهم إلى ذلك. أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، هم فاقدين مو بس الشرعية، فاقدين حتى الأهلية، وبالتالي هو لا يمتلك لا مشروع ولا عنده حتى ولا يفهم حتى بأيديولوجية العمل المقدم عليه. لذلك يوم الانتخابات أنا أعتبره سيكون يوما باهتا لا طعم له لدى العراقيين، ولكن أكيد سيكون يوم وخاض عسير للمرشحين الذين يتسابقون من أجل أن يحصلوا على هذا المقعد السرمدي. لذلك هم فاشلون من الآن من الانطلاق. اليوم من تتحدث ويا مواطن بسيط كان يكون صاحب بسطية أو صاحب عمل بسيط تسأله عن انتخابات مجالس المحافظات يعني يلوح بيده يقول هذا سرقة جديدة وهدر للمال وراح يجون مجموعة من اللصوص،
وبالتالي هاي المسميات يعني لو كانت هناك حقيقة أكو شعور بالمسؤولية حتى الإنسان الراقي والمحترم لا يقدم عليها باعتبار أنه سيلاقي الإشمئزاز وربما حتى عدم الارتياح من كل المواطنين العراقيين. أخيرا تظاهرات تشرين يعني كانت من ضمن مطالبها رفض أو إلغاء مجالس المحافظات، واليوم تعود بانتخابات، هل ربما يعني يشحن الشارع مرة أخرى ضدهم؟ وهذه من المفارقات، بعض الذين كانوا ينددون بمجالس المحافظات وربما كان لهم صوت مدوي في إلغاء مجالس المحافظات باعتبارها حلقة زائدة وهدر للمال العام، لكننا نتفاجئ اليوم بأن بعض منهم قد تسابق أو قد أدخل نفسه في الانتخابات، وهذا دلالة على ما قلته في بداية حديثي. نعم. أن الكل مشترك بالعهر السياسي، لكن إن خرجت التظاهرات هذه المرة ستخرج بقلوب بيضاء بأيادي تحاول التغيير بعيدا عن تشرين أو غير مسميات. اليوم المواطن العراقي قد يكون وصل حد الانفجار إذا ما بقت هذه الحالات. نعم. ونسبة الفقر والبطالة في ارتفاع إلى أعلى مستويات. نعم. من بغداد رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي صاحب، شكرا جزيلا على حضوركم معنا.